لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد. يعني بعد ما الحافظ ابن حجر بدأ طبعا بالتقسيم الحديث باعتبار طرق وصوله إلينا ليخرج المتواتر من أنه لا يتعرض له بالدراسة الرجال السند واحد ورا الثاني، لأن الكثرة فيه يعني أغنت عن هذا البحث، وبالتالي ما ليس متواتر يخضع للبحث، فعرف لنا الصحيح لذاته، وأخذنا نفرع منه بقى الحسن لذاته ثم الضعيف، ثم نضع بين الحسن والصحيح لذاته الصحيح لغيره، وبين الضعيف والحسن لذاته الحسن لغيره، وبعدين يقول لنا الضعف يا إما راجع لفقد اتصال السند يا راجع لطعن في الراوي. وفقد اتصال السند قال لنا أشهر صوره أو الصور التي لها مصطلح خاص، ويبقى ما ليس له مصطلح خاص يعم وصف المنقطع. وبعدين قال لنا أسباب الطعن في الرواة وأنواع الحديث التي أو الاصطلاح الذي وضعه علماء الحديث لكل يعني نوع من أنواع هذا الطعن. و بدأ هنا كأن كما ذكرنا ده الجزء الرئيسي جدا من العلم، من علم الحديث، علم مصطلح الحديث. وهناك مباحث تكميلية كان من أهمها تقسيم الحديث باعتبار من أسند إليه، وقلنا أنه بينقسم إلى مرفوع وموقوف ومقطوع. وبدأ بعض مباحث الإسناد اللي يعني لا تؤثر على علمنا بمعايير القبول والرد التي وضعها علماء الحديث في تحقيق ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وده الموضوع الرئيسي لهذا العلم. لكن في النهاية هي مباحث مفيدة و مهم لطالب العلم، طالب العلم الشرعي عموما وطالب علم مصطلح الحديث خصوصا، أن يعلمها، أن يعرفها، لأنها ستصادفه في كلام المحدثين، فيبقى عارف هم ماذا يعنون بهذا. فمن أولى المباحث المتعلقة بالسند وغير مرتبطة ارتباط وثيق بتقسيم الحديث بالاعتبارات اللي ذكرناها سابقا، والأهمها باعتبار القبول والرد، وذي قلنا بنطبعه على حديث الأحاد عن المتواتر مقبول مطلقا، وأغنت فيه إذا رواه في كل طبقة من طبقاته عدد تحيل العدد توطؤهم على الكذب، وما يعني تعلق بهذا من المباحث. من أولى هذه المباحث العالي والنازل من الأسانيد، وهذا من باب الوسائل التي تعين على المقصد. خلينا نقول المقصد الرئيسي في هذا العلم كما ذكرنا تحقيق ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا إن وطبعا التحقيق غرضنا في النهاية معرفة ما صح، يعني هو احنا في الطريق بيجي لنا اشياء منسوبه الى النبي صلى الله عليه وسلم لا نثق بهذه النسبه، الحديث الضعيفه والموضوعه، هي ما كانتش غرض لنا الا ان هي وجودها اردنا ان ننخلها لنتجنبها. وبالتالي لما بيجي في المروي الاحاديث اللي هي تحت طور التحقيق يقولوا طيب اعتنوا لنا بما هو مظنة الصحة أكثر من غيري، إذا طالما وإحنا اتفقنا أن المحدثين في الجملة فصلوا بين مهمتين حتى لا يضيع شيء من الدين، مهمة الحفظ والنقل ما المرويات ومهمة تحقيقها.
قالوا لو اشترطنا على كل راو أن يحقق وعلى كل محقق أن يحقق مرويات نفسه هنفقد التكامل بين الأمة، والتكامل في الكفاءات والمهارات ونحو ذلك. وبالذات كنا بنتكلم في عصور قبل عصر التدوين، فكان في الجملة هناك من شغل بالرواية وهناك من شغل بالتحقيق، ولكن من شغل بهما بلا شك. وحتى كتير بقى من في عصر الذهبي لتدوين السنة قلنا بعض العلماء عمل لنا مراحل من مراحل التحقيق، إما الكاملة زي مثلا الصحيحين، إنه قال لا ده أنا سأنتخب الصحيح فقط بل أعلى درجات الصحيح، فهو أخذ مروياته اللي في ذهنه ونخلها وانتقى أعلاها، هذه الأحاديث التي هي أعلى درجات الصحة ساعدت الأمة في أنها تعتبر معيار لغيرها. وهناك كما ذكرنا كثير من العلماء قال أنا عامل نخل مبدئي كده، أنا بديك الإيه الأحاديث المسندة فقط. وكلمنا من هنا نشأ مصطلح المسند، تكلمنا على المرة اللي فاتت. في بيقول والله ده أنا كمان من مع الأحاديث مسندة، والمسندة في الغالب ما لم يكن في الإسناد رجل وضاع أو شديد الضعف هتبقى يعني مظنة أن تكون صالحة للاحتجاج بها، أو نسبة الصالح للاحتجاج بها بعد التحقيق هيبقى كبير. لكن كثير من العلماء قال له والله أنا بألف لك كتاب بحط فيه مروياتي أو ما اللي تحملته في زمن التحمل، بس بنخله نخل مبدئي، استبعد الضعيف المتهالك اللي يغلب على الظن أنه لن يصح لا بنفسه ولا بغيره، فيوم إيه حذفه لك ونحو ذلك. وطبعا كمراحل لتسهيل البحث انه كمان يرتب لك الاحاديث على ابواب كما في كتب السنن، او يجمع مرويات كل صحابي على حده كما في المسانيد او غير ذلك. طيب، فاذا الغايه في هذا العلم ان نصل الى ان نميز ما صحت نسبته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليكون بعد ذلك مرجعا في كل ابواب الدين من العقيده والفقه والأخلاق وغيرها. فمن ضمن وإحنا بقى في مراحل الجمع بنقول للراوي اعتني بالإسناد العالي، وبنقول له لما تيجي فيه تريد أن يعني بتعمل كتاب وبتنتخب طائفة من مروياتك، ووجدت المتن الواحد جاي لك مرة عالي ومرة نازل وحتختصر وتكتفي بواحد منهم، قدم العالي. يبقى إذن ليه قالوا؟ لأن العلو مظنة الصح، وإن كان كما سيأتي من كلام الحافظ رحمه الله تعالى الكلام ده مش كلام مطلق، بمعنى ده يعني لما نيجي نقول مثلا إيه إن من علامات الجودة في المنتج الفلاني إنه يكون لونه كذا، إنه يكون حجمه كذا. هنقول مثلا الفاكهة الفلانية الثمرة الناضجة منها بيبقى مثلا تزن ربع كيلو، ده معيار أحد المعايير، لكن ممكن ألاقي حاجة هي الوزن ده بس تعفني، او الوزن ده بس الشجرة كانت ايه شيخة شوية فما نضجتش، او كان في اهمال ايان ما يكن. وبالتالي التنبيه ايه، الحاجات اللي زي دي بنقول عند تساوي العوامل الاخرى او تقاربها. يعني ولذلك لما بتيجي الدراسات الاحصائية وغيرها وفي الطب والاجتماع لما يجي يدرس اثر احد العوامل يقول أثبت كل الباقي. عايز أقول مثلا الذكور والإناث درجة الحفظ أعلى عند مين، درجة التحليل والاستنباط أعلى عند مين،
فأجيب ناس في سن واحد واخدين نفس الدرجة من التعليم، نفس الظروف البيئية، والعامل الوحيد اللي أنا ببحثه هو اللي إيه؟ اللي أغيره، فأخلي مجموعة ذكور ومجموعة إناث لكن قدر الإمكان متشابهين جدا في لما أجي عايز أقيس طريقة تعليم معينة، بييجوا يعملوا مثلا فصول تجريبية كده يطبق عليها مش عارف نظام الرياضيات الحديثة مقارنة باللي قبل منها هيسموها قديمة، يعني نظام جديد وخلاص، نظام جديد في التصوير، فاخد يعني العوامل، بقيه العوامل تكون متشابهه عشان اعرف اقيس العامل ده. فاذا هنا بنقول ده احد العوامل اللي يغلب معها مظنه الصحه هو علو الاسناد، لكن ممكن يظهر لي ان العلو ده مش مفيد خالص لو لقيت ان الاسناد فيه افه ظاهره باديه، وممكن يظهر لي ان العلو ان يعني ماشي اسناد جيد وعالي، لكن نفس المتن مروي باسناد تاني نازل لكن اشرف من هذا لاعتبارات اخرى. طيب ايه هو بقى العلو والنزول اللي عايزين نقول؟ اظن المعنى واضح يعني، او اللي سمع الدرس ده في اي كتاب مصطلح قبل كده، واللي ما سمعوش يقدر يخمن. ده نتكلم على عدد الرواه اللي بين المصنف او بين بقى اي حد احنا بنتكلم عليه، وغالبا بيبقى المصنف وبين النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الاحاديث العالية اللي عدد طبقاتها اقل. هنا العلو والنزول لا يتصور انه يتقال الا عند المقارنة، مع ان احنا ما استخدمناش يعني صيغ افعل التفضيل ولا غيرها، لكن ايه، مش هيجي مجال تقول عالي ونازل الا لما يكون المتن جاي ايه بطريقين، زي مش هيجي مجال تقول شخص طويل وقصير غير لما تكون بتقارن بين وهكذا فاذا، او لا يكاد يكون له اي معنى الا لما يبقى عندي بدائل، فاقول هو يعني هذا البديل فضل عن الاخر بانه اعلى منه، ولو كان في الاخر مش بالضروره انه يطلع هو الافضل مطلقا، لكن بقول دي جهه افضليه. يبقى اذا لما اتكلم على نفس المتن، لما يكون امامي هذا الوصول الى هذا المتن من طريقين اللي عدد طبقاته اقل، يعتبر دي ميزة له قد تكون تفضله على الاخر ان لم يضغى عليها في الرواية الاخرى مزايا اعلى. طب هذا التفضيل هستفيد منه في ايه؟ كما ذكرنا استفيد في زمن الرواية، كان الراوي اذا وصل حديث وشيخ شيخه حي يعمل ايه؟ يبقى من ضمن اهدافه انه يصل الى شيخ شيخه ليصير هو شيخه في الاسناد الجديد، فيبقى كده ايه؟ او يكون احد اقران شيخ شيخه حي وعارف ان ده واخد عن نفس الايه؟ عن نفس اللي فوق منه بقى، فيقول اطلب عنده الاحاديث دي ممكن الاقيها. طب انت الراوي ده لما وجدنا ده فعليا ان الرواه كان بعضهم ربما يسافر طلبا للعلو، بنقول له ليه؟ بيقول ما انا كده انت كنت كمحقق هتيجي بعد مني هتبحث في 5 رجال كل واحد حاله ايه وعلاقته باللي فوق منه لقي ولا لم يلقاها، والكلام اللي هو الاتصال، انا اختصرت عليك طبق، ولما يجي لي الحديث مرة عاليا ومرة نازلا على الاقل دي عدة طرق، يبقى هيقوي بعضهم البعض لو كان ما فهمش ايه افات كبيرة، لا حتى الافات اليسيرة لما تتنوع الطرق بيقوي بعضهم. يبقى اذا وجدنا ان المحدثين في مرحلة التحمل وهو بيجمع الاحاديث، لما يصل اليه حديث
يرى أنه يمكن أن يحصل على ذات المتن بإسناد أعلى، كانوا بيرغبوا في هذا. لما جه المحققين يضعوا لنا القواعد استحسنوا من المحدثين هذا الصنيع، وكمان قالوا للمصنفين إن هو ممكن يتحرى هذا العلو، أو كما ذكرنا لما يجي ينتخب من مرويات وأشياء إذا يبقى مثلا ممكن يقدم الإيه؟ الإسناد العالي. هنا قلنا العلو إيه مستو؟ إنه احتمال الخطأ أقل. ولذلك طبعا لو أنا عندي الإسناد نازل 5 طبقات مثلا، والتاني 4 طبقات لكن فيهم واحد ضعيف جدا، لا هنا مش هقول ان العلو ميزة لهذا الاسناد العالي. ليه؟ خليك فاكر دايما ان احنا قلنا الاسناد حلقات يأخذ بعضها بذمام بعض. الحلقة الضعيفة دي بوظت السلسلة خالص، ما انت من مبتدأ المصنف لغاية الحلقة الضعيفة دي طبقة او 2 او 3 ماشي، خليهم كلهم جبال في الحفظ، اول واحد انت وفقت انه سمع من اللي فوق منه، بس سمع من اللي فوق منه بقية الاسناد وفي اخره الايه المتن، يبقى خلاص انا وفقت انه ده قال، طلعت اللي فوق منه ثقة، يبقى انا وفقت انه سمع من اللي فوق منه بقية الاسناد الجزء اللي وصلت لغاية الضعيف، ولو هو بقى بالذات لو شيء ضعف انا وثقت ان الضعيف قال، لكن لا ثقة لي هو اللي قاله ده كان سمعه كما اداه ولا لا، ولا هو اخترع ولا هو وضاع او كذاب، ولا هو ممكن التبست عليه الدنيا لو هو ضعيف الحفظ او ضعيف الضبط او نحو ذلك، وبالتالي الاسناد القصير ده اللي هو 4 طبقات في النص بينهم واحد ضعيف، هو في الواقع ما بقاش اسناد بقى، يعني انه الطبقة الضعيفة دي افقدتني الثقة ولا ما نفعنيش ان عدد الايه ان عدد الطبقات اقل. يبقى اذا لما بقلل عدد الطبقات بقلل احتمال الخطأ، وهذا هو فائدة العلوم. ويبقى دايما انا بقارن بين المتن، نفس المتن جاي لي باسنادين العلو ميزه لاحدهما، لكن لازم ابص على الايه على الباقي. قال فان قل عدده اي عدد رجال السند، خد بالك هو كان بيقول لنا ايه، والسند اما ان ينتهي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم او الى الصحابي. الكماله في نخبه الفكر احنا قلنا لانه متن صغير قوي، فايه فهنلاقي ان الكلمة لها ثمن، يعني مش فهيستخدم الضمائر، فان قل عدده يبقى ده اللي هو الايه السند او رجال السند اي عدد رجال السند. فاما ان ينتهي الى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك العدد القليل بالنسبة الى سند اخر يرد به ذلك الحديث بعينه بعدد كثير، يبقى ده ايه اسناد عالي علو مطلق. هيبتدي هنا بقى نتكلم، هو انا عنايتي بعدد الطبقات ممكن اقول والله يجي امام يجي مصنف او الراجل مصنف في العلم الحديث فيقول انا المتن ده جالي بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم 4 وجالي هو بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم 5 فيقول ساقدم الايه العالي، او هو يقول لنا الاثنين ويقدم اللي ب5 يقول له وبعدين بعد كده ايه وقد وقع لي هذا باسناد اعلى ولكن الاول رجال واذن، فيقول لنا الاثنين عموما او بس يقول لنا ان ده له ميزه ان رواته اثبت وده له ميزه انه ايه انه اعلى. قال لك ساعات اعتني الكلام ده بالنسبه لامام حلقه وسيطه، يعني انا عندي كل طرق الحديث اللي عندي فيها بتمر على تابعي، بس مرة بيني وبينه 3 ثم عنه عن الصحابي
ومرة بيني وبينه 4، أو مرة بيني وبينه 1، ومرة بيني وبينه 2، أو هكذا. فيقول أنا والله هذا نوع من العلو برضه. احنا اتفقنا ان كل ما بقل عدد الطبقات كل ايه؟ كل ما بقل الاحتمال الخطأ. وساعات يبقى الجزء الاعلى من الحديث خالي من النزاع، لكن الخلاف كله بقى في الطرق اللي بتؤدي الى طبقة ما، مثلا طبقة التابعين أو تابع التابعين. فالمهم إذا كنت معتني بالرواية عن إمام ما، الحديث وارد، المتن وارد بطرق كلها بتمر على أحد المحدثين، بس أنا عندي مرة بيني وبينه 2، وما بين المصنف وبينه 2، أو بين المصنف وبينه 3، فنقول والله ده علو نسبي في اللي بينه وبين هذا. وبرضه بيستفاد انه العلو ده يطلب اذا او يعتبر ميزة اذا لم يعارضه مزايا اكبر. قال او ينتهي الى امام من ائمة الحديث ذي صفة عالية كالحفظ والفقه والضبط والتصنيف. ما انا هيبقى يهمني هنا اقول والله انا حتى لو يعني طريق كلها بتمر على مالك، حتى لو الطريق ال 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 احدى الطريقين في بينها وبين مالك وبين النبي صلى الله عليه وسلم 3، والطريق دي بين مالك وبين النبي صلى الله عليه وسلم 2، والمصنف عنده بقى الطريق اللي فيها مالك اقرب الى النبي صلى الله عليه وسلم، هو اقرب الى مالك او هو ابعد عن مالك، والطريق اللي فيها مالك ابعد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو اقرب الى مالك. فيقول انا يهمني الامام مالك امام ثقه اقرب منه، واللي فوق منه ده هو عاده يروي لا يروي الا عن الثقات، فاللي فوق منه ما فيهوش نزاع على او نزل، طالت عدد الطبقات او قلت، انا يهمني اقرب انا منه. ماشي. فيقول انه يبقى امام كما كشعبه ومالك والثوري والشافعي والبخاري ومسلم ونحوه. طبعا انا عندي دول يعني البخاري ومسلم مصنفين، ومالك ايضا له الموطأ، وان كان طبعا هلاقي احاديث مالك موجوده في البخاري ومسلم يعني، واللي في الموطأ ده قدر يسير من مرويات الامام مالك رحمه الله. البخاري ومسلم ما هو يقول لك ماشي، انا لما يجي بقى يعني ظل الاسناد الى قبيل العصر الحديث الى ظهور الطباعه، بس بقى الاسناد للايه؟ الكتب. يعني كان العالم من دول ينسخ لنفسه نسخه من صحيح البخاري ثم يقراها على امام مع سند ينتهي الى البخاري، ينتهي. وبالتالي الكتب دي كلها كانت الاسانيد بتاعتها موجوده لغايه وقت قريب، والى ان وجدت الطباعه ووجد معها تحقيق المخطوطات وحفظ اصول الكتب الخطيه المرويه باسانيد في يعني مكتبات ودور وثائق ونحو ذلك، يعني استغنية عن السند. البعض بيقول طب ما احنا نحافظ على السند لان ده من تراثنا، ونحافظ على يعني بلا شك انه اضبط. ان كان كذلك فبها ونعمت، لكن للاسف السند الان يعني إلا من رحم ربي يعني هو نوع من أنواع يعني ابتذال السند وليس العكس، لأن بجيب الراجل يقرأ حديث من كل باب، ده على شيخ واخد الإجازة بتاعته بنفس الطريقة، على واحد واخد الإجازة بتاعته يمكن فين بقى لما الاقي
ان حد واخد الاجازة بانه قرا الكتاب من اوله الى اخره على واحد كان واخد الاجازة بانه قرا الكتاب من ايه من اوله الى اخره، وبعدين يقوم عاطيله اجازة بالكتب الست في قعدة واحدة. طب بالكتب التسعة، طب وبعدين ايه، ونكتبها ونصورها ونعلقها على الحيطة وننشرها على الانترنت. يعني انا نصيحتي الاخوة، طبعا السند الى الان فضل الله موجود في القرآن، يعني ان قراء القرآن بيحصلوا على اجازة صحيحة، بمعنى انه بيقرأ المصحف من اوله الى اخره على قارئ حاصل على اجازة بهذه الطريقة، والسند القراءات ما زال موجود، فهذا نحافظ عليه. اذا سند الكتب الحديث وغيرها لو بطريقة اروح للشيخ اقرأ حديث من كل باب، او حتى ما اقرأش، او احضر المجلس اللي هو، وبعدين في الاخر يديني ورقة، يعني انا شايف، او البعض يقول انه حافظ على ان في درجة من الاعتزاز بمنهجنا وتراثنا وجهود علماء. انا شايف العكس، وكتير من العلماء صراحة بيقول كده، ان ده يعني تشبع بما لم نعطى. على اين يعني؟ فهنلاقي الحافظ ابن حجر معاه سنده بصحيح البخاري وغيره من الكتب، فهو ممكن يبقى عنده الايه، عنده يطلب العلو، يبقى هو اللي تيصل له في الاول فلان شيخ شيخه او من هو من اقران شيخ شيخي موجود، فيقول ايه اروح اخد صحيح البخاري عنه بسند ايه عالي. طبعا عنده كتب تانية غير كتب غير البخاري، فممكن يلاقي متن هو اخده، زي ما المثال اللي هو هيقوله، هو اخده في اي كتاب من كتب الحديث، الكتاب هو واخد الكتاب على بعض، بس لما يلزق سند اللي هو واخد بالكتاب عن البخاري مثلا، فالحديث اللي في البخاري بينه وبين مثلا ثلاثة أربعة خمسة، يلزق عليهم الخمسة اللي بينه وبين الايه البخاري، يبقى كده ابن حجر كمثال يعني بينه وبين مثلا في هذه الأحاديث كم واحد، مرة 8 لما أقول 5 زائد 3، ومرة إيه 10 لما أقول 5 زائد 5، يبقى أجمع إسناد المصنف عدد الطبقات وأقول والله ما أنا خدت الحديث ده، خدت الكتاب كله على بعضه بإسناد، والإسناد ده بيني وبين المصنف 5، أجمعهم على كل أسانيده، ويبقى هنا بين الإيه، بين العلماء اللي أخذوا الكتب دي بأسانيدها، وبين النبي صلى الله عليه وسلم، مرة يبقى 10، مرة يبقى 8، مرة يبقى 11، حسب ايه هو واخد الكتاب، السند بينه وبين المصنف كان كام واحد. فاذا هو ممكن يقول انا الحديث، انا خدت كتاب البخاري كله على بعض، فحصل لي حديث يرويه البخاري عن مالك، فكده هو واخده عن مالك. لكن لما خدت كتاب تاني في نفس الحديث عن مالك، لكن عدد اللي بيني وبين مالك ايه اقل، فيقول والله هو الحديث ده وقع لي هنا بيني وبين مالك، هيبقوا بقى 7 8 مثلا، وهنا بيني وبينه لا اقل شوية، يبقى ممكن يطلب هذا العلو. وان كان معظم فوائد العلو كانت في مرحلة الايه ما قبل التدوين، مراحل الجمع الاولى. قال فالاول وهو ما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم والعلو المطلق، فإن اتفق أن يكون سنده صحيحا كان الغاية القصوى، وإلا فصورة العلو فيه موجودة. أنا هنسميه عالي، آه زي ما قلنا كده في الإيه، زي ما قلنا في المرفوع، أنا باصص بس على إنه ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن فاضل أشوف بقية الحاجات التانية. طب هو في مشكلة لن تمنع من تسميته مرفوع، وبناء عليه لما الاقي وصف حديث بانه مرفوع لا استفيد منه ان ايه، لا استفيد منه الصحه. وكذلك لو قلت وهذا الاسناد وورد باسناد عال، فاقول مش لا، هيبقى الكلام صحيح، ولكن انه يوصف اسناد ما بانه عالي حتى لو في اف. قال فصوره العلو فيه موجوده،
ما لم يكن موضوعا فهو كالعدم. يبقى حتى لو ضعيف نقول انه هو عالي، لانه الضعيف قابل نشوف بقى يتقوى ولا لا، لكن الموضوع بالذات ايه ده كالعدم. قال: والثاني العلو النسبي، وهو ما يقل العدد فيه الى ذلك الامام، ولو كان العدد من ذلك الامام الى منتهى كثيرا. فانا هنا منشغل باللي بين المصنف وبين الامام، او بين الراوي وبين الامام. قال: وقد عظمت رغبات المتاخرين فيه حتى غلب ذلك على كثير منهم، بحيث اهملوا الاشتغال بما هو اهم منه. دي افه الانشغال بالوسائل عن الغايات، افه تصيب كل البشر الا من هداه الله الى الانتباه اليها. فهنا يبقى يجي طالب في علم الحديث او محدث من يريد ان يجمع علم الحديث ده في زمن، يعني دي مش موجوده في زماننا يعني، لكن وجدت وفي كل زمان وجد من اشتغل بالعلم ودخلت نيته شيء جعله يتوجه لجهة أخرى، أو إدراكه وفهمه فلقى الناس تتنظر بالعلو فبحث عنه. لا ده كده. فأنا هنا الغاية هذه الوسيلة، لأول ما أجد أن الوسيلة بدأت تضغى على الغاية لازم أعرف أن أنا عندي حاجة غلط هنا. طبعا ممكن تقيس على كده التمذهب، هو وسيلة لاتباع الدليل، مفروض يعني وسيلة لتعلم الفقه الذي هو معرفة الحكم بدليل. طول ما هو بيخدم الغاية دي يبقى وسيلة جيدة، ولا يلزم أن تكون الوحيدة، لكن يبقى إجمالا وسيلة جيدة. لكن أول ما لقيه بيطغى عليها يبقى كده هذه الوسيلة انحرفت عن مسارها. طلب العلو وسيلة ان احتمال الخطأ اقل، ومن ثم احتمال الصحة اعلى. طيب لو لقيت ان هو في محدث وهو في مراحل الجمع الاولى جنبه شيوخ كتير ومفروض يجمع عنهم، لعمال يدور هو ايه الحديث اللي ممكن يكون احد رواته من الطبقة اللي هي طبقة شيوخ شيوخي يكون لسه عايش، واروح له واسافر واقطع مسافات كبيرة جدا كان ممكن يقضيها في طلب حديث اكثر وجمعها، مع ان العلماء مش هيفيدوا كتير، لان اللي بينه وبين شيخ شيخه لو هو رواه بالاسناد الطبيعي ثقات ومعروفين. فانا الطبقه اللي زادت معايا ديت مش مؤثره قوي، لان اذا كان اللي هيزيد معايا هم ائمه الجيل بتاعي او جيل الجيل شيوخ الجيل اللي انا فيه. فاذا ديك بلا شك انه ده كان يبقى تصرف ليس حميدا. ويعني لذلك يعني ما عوتب من عوتب في يعني الحضور لمجالس فقه الشافعي وترك جمع الحديث يعني عن ربما من يعد في جيل شيوخي. قال ايه؟ ان فاتك الاسناد من علو اصبته من دنو، ولكن اخشى ان فاتني عقل هذا الفتى الا اجده. يعني اقصد طبعا ما فيش قواعد عامة، لكن في الحرص على المصلحة الشرعية الا تتحول الوسائل الى غايات، ان ادرك قيمة كل حاجة ضحى في وزنها الحقيقي. العلو هنا هيعمل لي ايه؟ اختصار طبقة او اتنين بالكتير، فاحتمال كان في احتمال خطأ في تقدير ثقة مدى ضبط الراوي مدى عدالته في تقدير،
وساعات لو الدنيا واضحه خالص، يعني الطبقه اللي زادت معايا دي هيبقى حد معروف في أئمة الحديث مشهور له طيب هل انا استهلك وقت كبير لرحله خاصه لطلب علو الاسناد من حديث او طائفه يسيره من الاحاديث؟ هو ده الايه المهم ينظر اليه. لذلك بيقول لنا الحافظ: وقد عظمت رغبات المتاخرين فيه حتى غلب ذلك على كثير منهم بحيث اهملوا الاشتغال بما هو اهم منه. طبعا المتاخرين دي كان بدانا يبقى الروايه كتب، ومع هذا هو ممكن ينتقي بعض احاديث من الايه من الكتب ويقول والله انا لو رحت طلبت الكتاب الفلاني اللي ممكن يكون ادنى منزلتي هلاقي فيه الكام حديث دول اعلى من نظائرهم في الكتاب في الايه في الكتاب اللي انا بدرسه، وهكذا. قالوا: انما كان العلو مرغوبا فيه لكونه اقرب الى الصحة وقلة الخطأ، لانه ما من راو من رجال الاسناد الا والخطأ جائز عليه، فكلما كثرت الوسائط وطال السند كثرت مظان التجويز، وكلما قلت فإن كان في النزول مزية ليست في العلو، كأن تكون رجاله أوثق منه أو أحفظ أو أفقه أو الاتصال فيه أظهر. تروح لسند عالي وعندي مشكلة في الـ 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 ربما تردد في الاتصال زي الأحوال، فإذا يبقى بلا شك هيكون إيه النازل اللي من رواية العدل الضابط عن مثله بألفاظ صريحة في الاتصال براو علم المعاصرة كل واحد لشيء لمن يروي عنه، أو لو زاد على كده بقى وبقى في محل سالم من المعارضة تماما أنه علم اللقي، فهيبقى ده أيسر في البحث. أنا عندي كل واحد علم أنه لقي من أخذ عنه وكلهم عدول ضابطون، مش أنا كنت عايز العلو عشان قل الاحتمال الخطأ أقل، ده أنا عندي ده مع أنه أنزل إلا أن العلو فيه. قال: فلا تردد في أن النزول حينئذ أولى. مش هنقول النزول أولى يعني إيه، طبعا الحافظ ابن حجر يعني دقيق جدا في عبارته، لكن لعله هنا يقول فيكون الرواية النازلة أولى، وعمره ما هيبقى النزول، ما أنت بتقول النزول قدام العلو، لكن راح نقول هذا المتن اللي إحدى رواياته عالية والأخرى نازلة، سنختار الرواية الإيه النازلة نقول إنها أولى لأنها من رواية عدل ضابط عن مثله باتصال سند ظاهر والأخرى ليست كذلك، يبقى نقول لا العلو ده إيه. مثلا مما يحضر في العلماء يقول لك ان من صفات الخليفة ان يكون مسلم عدل مجتهد ذو نجدة وكفاية وان يكون قرشيا. طب فاذا لم يوجد من اجتمعت فيه هذه الصفات هنضحي بايه الاول؟ فاول حاجة يقول لك نضحي بالايه بالنسب، لان النسب تشريف عام لجنس لقبيلة كان شرفها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان منها، فيبقى لما لقي اثنين الاثنين ينفعوا وأحدهما قرشي يفضل لقرابته من إيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لما يبقى ال 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 إن لا ده مجتهد وده ليس كذلك يبقى، وبيقعدوا بقى لغاية ما يجي زي ما الجويني رحمه الله قال: لا والله لو مضطرين بقى للمضايق الشديدة، واحد عدل لكنه ضعيف والآخر ذو نجدة وكفاية ولكنه فاسق، قال طب هو نشوف الزمن زمان ايه التحديات اللي قدامنا، فلو التحديات تحديات ظهور الكفار وراح ذلك ناخد اللي ذو نجدة وكفاية مع فسق، ولو ان غير ذلك ناخد الايه العدل مع ضعفي، وهكذا. يبقى ده الفقه الايه، وده برضو اللي نطبقه هنا او اللي ذكره لنا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. نعم، غياث الامم او الغياثي.
قال: وأما من رجح النزول مطلقا واحتج بأن كثرة البحث تقتضي المشقة فيعظم الأجر، فذلك ترجيح بأمر أجنبي عما يتعلق بالتصحيح والتضعيف. طبعا إيه الحافظ ابن حجر يعني شديد الأدب، يعني هو أنا بيقول قول إيه، هناك عبارات كثيرة يعني يمكن أن تنتقدها به، أو انتقدوا بألطف عبارة جزاه الله. لما أنا موضوعي تصحيح وتضعيف، موضوع نريد أن نبحث مدى الثقة في نسبة شيء منسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تروحش ترجح لي بأمر بعيد عن الهدف، ما هي نفس المسألة، فضلا أن طبعا الترجيح بالمشقة بدعة عموما. اتكلمنا بقى احنا المرة اللي فاتت في الكلام على البدع في القواعد عموما، دي مشكلة ودخلت في علم الحديث ودخلت في غيره، جاية من عند الصوفية وهم قالوها وسابوها. يعني هم الأول يقولوا لنا ايه، انه لابد من تعذيب النفس لتهذي بها، وبعدين طب وبعدين يقولك وبعد كده حيصل هو بقى كل واحد ودركته، يعني اللي حيصل لسقوط التكاليف واللي حيصل لكذا واللي حيبقى على جناح اللي بتاع سقوط التكاليف، فيبقى معاه بقى في الايه في الحضرة طعام وشرب ورأس وغنى وكل حاجة. فتعذيب النفس ده بقى مرحلة ما تعرفش هو عد على مين او مين اللي عمله، يعني وهو في ذاته بدعة ويؤدي الى بدع اشد. وقلنا ان المشقة التي يتحملها الانسان في العبادة، هو رايح للهدف اللي هو العبادة، فاذا لم تكن هذه العبادة متاحة الا بمشقة اثيب عليها اعظم ثواب، لكن لا يتعبد لله عز وجل بالمشقة المجردة. ذكرنا الحديث أبو إسرائيل في أنه نظر أن إيه أن يقف في الشمس ويقف ولا يستظل وأن يصوم، فأمر سبع أن إيه قال مروه فليجلس وليستظل وليتم صوم. طبعا استدلنا بها على العبادات التوقيفية ضمن أدلة كتير، وعلى انه لا يشرع تعذيب النفس، وما رجحش بين عبادتين بالمشقة المجردة او بين صورتين للعباد، لان المشقة لا تطلب، لكن بقول اللي ما قدرش يؤدي العبادة الا بمشقة يثاب عليه. المشقة التلقائية في الجهاد يثاب عليه بلا شك، مشقة الحج يثاب عليه العبد، لكن انه يطلب هو المشقة لا. فهنا طلب المشقة يعني هتوديني للحديث اللي احتمال الخطأ فيه اعلى، عشان انا هقعد ابحث اكتر، ولما اقعد ابحث اكتر انا ممكن اخطأ في الهدف الرئيسي هو ايه يعني. فاذا المشقة يبقى جواب الحافظ ابن حجر جواب مهذب جدا، في وهو صحيح في ذاته. طبعا انت دلوقتي موضوعك التصحيح والتضعيف، قل ايهما افضل للوصول لهذا الهدف، ان احنا نبحث مدى الثقة في نسبة هذا الكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تجيبليش اي مبرر اخر اجنبي عن هذا بعيد عن هذا الموضوع. الامر التالي المشقة ليست هدف في ذاتها، بل المشقة انما يثاب الإنسان عليها إذا كان المقاصد الشرعية لم تتأتى إلا بمشقة، فيثاب الإنسان في من ثم عليها. بعد ما الحافظ ابن حجر بيّن لنا العلو بصفة عامة وفوائده عن النزول، واحترز احترازات من يعني الغلو في فائدة هذا العلو، وقسم لنا العلو إلى مطلق وهو أن يبقى عدد الرواية اللي بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم أقل في رواية
عنه في رواية أخرى، والنسبي إن أنا أكون منشغل بالإمام الفلاني حتى لو الفرق اللي أنا عوضته في الرواية اللي قلت عليها أنها أعلى، الرواية التانية اللي قلت عليها أنها أنزل مقارنة باللي بيني وبين الإمام مالك على سبيل المثال. طبعا الشيخ ابن عثيمين له شرح على نزهة النظر، وأنا براجعه يعني من ضمن الحاجات اللي بحضر منها، بس مش بشغلكم بان احنا نقرأ ولا هيطول بنا الشرح، بس حضرني هنا ان هو قال ايه، ازاي الحافظ ابن حجر لما يقول العلو النسبي يعني تطلب القرب من ائمة كمالك والشافعي وينسى الامام احمد وهو اجل في علم الحديث ممن ذكره، يعني لفتة لا بأس بها نقول احنا الامام احمد يبقى ايه مثلا يعني. فأنت مشغول بالإيه؟ باللي بينك وبين هذا الإمام، حتى لو الرواية التي وصفتها بأنها الأعلى لما تيجي بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم تلاقيها مساوية. ليه؟ لأن الرواية اللي بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيها عدد أقل، بين الإمام أحمد وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيها عدد إيه؟ أكتر، ساوى أو خلاها كمان تعتبر نازلة. قال لك أنا لو اللي بين الإمام اللي أنا ببحث الروايتين دول عنه الامام مالك الامام بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم الطريقين ما فهمش مشاكل، كلهم ايه من الرواه الاثبات. فالعلو والنزول هنا بدا يبقى محدود الفائده، لكن اللي بيني وبينه رواه فيهم بقى يعني محتاجين بحث، يبقى كل ما بعددهم اقل كل ما يبقى ايه افضل. ده الايه ده العلو النسبي، وبنحتاجه لما الأئمة يبقوا منشغلين يبقى بينهم وبين أئمة كبار عدد أقل. ده وهذا يبقى يعني أوجد بحث عند المتأخرين لما ياخد هو كما ذكرنا صحيح البخاري بسند الكتاب كله على بعضه ويبتدي يشحذ ذهنه، هو المتون اللي عند البخاري وهو عنده كتب أخرى وارضه واخدها بالسند، هل هو عدد الرجال اللي بينه وبين البخاري نفسه بقى او بين شيخ البخاري في بعض المرويات او كده، يبقى هم اكتر ولا اقل؟ بعد كده هيضرب لنا الايه حجر مثال ان هو عنده حديث في يرويه البخاري عن قتيبة عن مالك، هو كده واخده من طريق البخاري، بينه وبين قتيبة شيخ البخاري في هذا الحديث 8، وعنده كتاب آخر في نفس المتن وعن قتيبة برضه، بس ايه مش الايه مش الـ مش الـ مش البخاري طبعا، يبقى هو كده وصل الى شيخ البخاري من طريق آخر من طريق ابي العباس السراج، وصل لنفس الايه شيخ البخاري من طريق عدد اللي بينه وبينه ايه 7. وده له مصطلح خاص بقى جوه العلو، يعني العلو هيقسمه لي بقى ايه مصطلحات خاصه. انا لما كده وصلت لشيخ شيخ الراوي اللي انا معني بيه، لشيخ الراوي ولا لشيخ شيخه ولا ايه، ده اللي ممكن ايه نتكلم عليه المره القادمه ان شاء الله تعالى في صور خاصة من العلو النسبي اللي هو العلو بالنظر إلى إمام معين، فأنا قربت منه قد إيه، وهل التقيت يعني التقيت مع مصنف معين أو في شيخه ولا في شيخ شيخه ولا في كذا ولا في كذا، ده نبقى نتناول المرة القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.